نقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. مرحبا بكم في حصة جديدة توأم الطبخ. هادو توأم هادو هما توأم ما كاش أمبرية أكسيليري بين زوج. نعم ما اليوم جبنا لكم أروم الحوال وصفة تقليدية قبائلية 100% 100% جينيرالمو هاد الخبز نديروه في الربيع. نعم ما اللي كاين لا فاريتي تاع لي زيرب يعني الحشاوش. نعم القرص والحشاوش هي فوالا هو يجي كي الكسرة وشنو فيه بزاف الحشائش نديرو فيه النعناع المعدنوس الحشيش الفليو فوالا يجي فيه البصل الوريقات تاع البصل الخضره يجي فيه البصل الاخضر يجي فيه الطوماطيش الثوم هذا سيتامون تيبيوتيك. كاين واحد الحشاوش ثاني نحيوهم من الغابه ثاني ثار الناس هذوك العفايس كاع كاين البصل يعني سوفاج البورو سوفاج اللي يقولوا له حنا نقولوا له بالقبيليه ثار الناس كاين فيفراس فيفراس ثاني البصل سوفاج يقولوا له فيفراس حنا ثاني هذاك نديروه هو جينيرالمون بلاد قبالي بريباريوه بهاد لي زيرب اللي نحيوهم من الغابه سترناس تاكل فيفراس وقالني تسكسن ما دين ومان تسكسن ثاني تسق غزر وين كاين داك اللي كان وما نعم وين نحيوهم لتما اللي ينوض وينوض جينيرالمون في الشتاء الشتاء في الربيع سي سي هادو مانيش نحكي على نحكي على الحشائش هادو اللي راك تحكي عليهم جينيرالمون اللي يكون معليش في الربيع سيدي هو يقول شتا وانا نقول ربيع نقول له في الشتا هو يقول لي في الربيع معليش ندخلوا على دوكا هذا هو في فراسه اكثر ناس دويا هو اللي ستولا معليش يارد في هذاك اللي ديال بعد من بعد ندير لك غادي شتا الحشائش اللي نوضوا في الربيع وفي الشتا خلاص خلاص راه قال لك ديني للغابه فهمني قال لي هنايا نزربوها انا تاع الربيع حسب انا شغل نعرف انا عندك الغابه نولي لك العاه بسم الله ونسحقوا بطبيعه الحال نسحقوا السميد يكون مويه مازال ما كملنا لي زانغريدي لي زانغريديون باين بون عندنا الحشاوش ميلونج هنا تاع الحشاوش اللي هو هنا عندنا البصل الوريقات تاع البصل خضر غسلناهم وقطعناهم درنا ربطه حشيش ربطه معدنوس ربطه نعناع وشويه وريقات تاع الفليو هذاك واش بقى لي درتهم هنا عندي حبه طوماطيش عندي زوج حبات بصل لي زونيو نوفو يعني البصل الجديد ونسحقوا سنينات تاع الثوم طبعا نسحقوا شويه زيت الزيتون ونسحقوا سميد مويه هيا بسم الله عاشو قطعوا البصل برك هكذا ديش حبيبات بصل يزيد هذا المرسو أغرم الحوالة بون هذا يداوي به هذا الدواء أغرم كل الحوالة تسيسن دي الزيت هات تشوط زيت الزيتون زيت الزمورة يعني كل شيء اللي بيو هنا يعني عندك الحشاوش لافاريتي اللي على بالكم الحشاوش يصون تري ريشون فيتامين سي عندنا زيت الزيتون عندنا البصل ستان انتيبيوتيك عندنا الثوم سيتان انتيبيوتيك السميد اللي هو القمح دونك 100% صحي الطبق هذا نديرو ثوم دير ثوم دير راستي الشرط تاع غوادر دي سكرت فوالا تري بيان دونك هكذا نقطعوا لا طوماط غروسيير مون برك اسنا تشوف دونك تترحى باسكو هي ما هذا نديرو كاع دير 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 كونتيتي ونشوفو لا شويه ملح شويه ديال الملح درت الثوم يا اخي سهل 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 مال يعني سهل وعمر ما قال الحفر دير شويه ملح شويه ديال الملح ملح برك ما نديروش في الكحل شويه الملح شويه الملح سي با لا بين في الفلابري سي با لا بين رحيف كان زديت كان دهيك وكي داي بلاص الحيوان لا سباتول دير هذوك لي كوتي جا باش يترحى مليح ايوا تو هادو هكا الله الله اوه لا لا سلقات الريحه تفواياجي مع لا كابيلي هاد مرت القبايل شه 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 يكفي يكفي يزي يزي هكا ثورة سيدنا راه داخل جفنيوث هاك دونك انا نهضر بالقبليه وانت ترد تراديو بالعربي داكور
دونك ثورا ما كان ينزض لي زير باقينا ما كان ينزض الحشاوش اها هاني درنا راه داخل تجفنيوث عطاني برك وقت هاني عطيت لك وقت اسيتي واش الحين كاع الحشائش هذوك مع البصل والطماطيش والثوم درنا لهم شويه ملح نديروهم في قصعه هكذايا ومن بعد نروحو نجيبو سميد سميد مويا سميد بلا ميزان بعينك هي ميزان تفرى وتبدا تخلط طيب عطيه لا تشوف دوك زيت الزيتون شويه زيت الزيتون نديرو هنا زيت الزيتون ابوبري واحد نديرو 4 كويير كيما الكسله انا مغرفه وحده هايل هايل هذا الخبز هذا وصحي ويشد هذا كي تاكل راح تحرط شي حرث الارض اه وي لا القدرون حرث وخلاص واش لقيت حرث وخلاص الكالله القدرون اسمي ريه درت رشه ملح هنا وين كثير اصبر اصبر بالعقل سعيد تدخلهم لي على خطره سايس نزيدو مازال شويه ماشي بزاف يما علمت لك هذا الخبز هذا يما الله نسلم عليها بزاف هذه هي مات كل يوم يقولها ديري لي هذا الخبز ديري لي هذا الخبز هذا على بالك ماركيت على بها كل يوم نسمعها في الدار مسكينه ترحي بو الاخر ايه هكذا طموه برك دوكا زيد سالم صح ماشي بزاف لا غير بكاني هذا البصليه زيد شويه خلاص على خطره وخلاص صاي كمت الميزان ان شاء الله نطموه برك يعني حنا راحين نطيبوه في مقلاة وشنو الاحسن يطيبوه في الطاجين طاجين درنا رشه ملح بكاني البصل يا خو ما هذاك اللي قال لك تخلط في البصل تحصل يا خو عنده الحق ندير لها رشه ملح نزيد لك سميد خلاص خلاص يكفي يزي ايه صاي نتيد نجمع ياكو كاكي يتعدى دوك حنا نبوليوه نديرو زعما باريكم طروا بول نقولو هاي ليك وحده زوج ثلاثه ايه بعدا تفاصونه كيما تحب خبزه مدوره ايه ولا تفاصوني خبزه مدوره ودير تبسو بسميد بسميد وديرو يطيب ايه اوه هاي كاين اللي يديروا له شويه خليع كاينه وي بصح هذه نسيناه هذه تاع الخليع نسيناه باسكو كي ديروا يما في الدار ناكل غير نرفد مورصو يجيك الخليع ديريكت تحيه كيفاه دوك شنو نبسو شويه خليع يجي ديريكت لعندي ماشي خلعك الخليع سنا تشوف بلي تشوف هكذا دوكا باش نبسو جمعها كاع يعني من لي كوتي هكا من الكسرة هادي بهاد عرم الحواز ايه هكا ايه اصبر اصبر ساعد ما راهيش جوست هنا خشينة وهنا رقيقة ايه راني نيكاليزي فيها راني نصقمها سيرها شوية نجوسان سي بون فوالا على أربعة على أربعة إيه طيب تشوف على أربعة بسم الله هاوليك تقدر تشفدها ولا نعطيك سباتيولا أيوا نديروها طيب لا واحدة برك سعيد اشك مقلقها زوج على وحده دونك حنا نكملو نطيبو هاد الاغرم الحواد ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي الى اللقاء هيا عاشور انا نبسسهم وانت طيب داكور هيا راح حق
وصلتنا لنهايه الحصه. الشكل النهائي تاع اغرم الاحوال بالضبط هذا فقره تذويل بوسكي نمكني ودي قرا عاشور كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي بالحشائش والبصل والطوماطيش. دونك نغمسوا في الزيت ناكلوه بالكرموس كما تحب ولا اروع. دواء في دو دواء دواء في حجر الدواء مساري استنوصل لي غمال. عاودوا الوصفه سهله تمتم. كاين بزاف اللي يحبوا هذا الخبز هذا ما عندهمش الوصفه اليوم ان شاء الله يكونوا داوها علينا بزاف سهله. وشنو لازم يطيبوه في الطاجين؟ سي امبورطون يعني الطياب تاعو لازم يكون في الطاجين باش تكون عنده بيل كولور. نعم يخرج يعني روعه. حنا نقول لكم في الحصه القادمه ان شاء الله مع وصفات واحد اخرى. الله في روحكم بزاف بزاف قيمه في لهنا الله في ديما الاولى ارتكلت اليوم ان شاء الله اللي تزود النعم ما يرضى ربي العالمين. هاي بحصار الظرف. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.